السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ نبدأ إن شاء الله سلسلة History Taking from A to Z، واللي حتكون عبارة عن مجموعة أو سلسلة من الفيديوهات التعليمية ل How to Take History from Patient in Medicine. طبعا حتكون الفيديوهات هذه موجهة لطلبة سنة رابعة وسنة خامسة. بداية حنعطوا Introduction خاصة لطلبة سنة رابعة اللي هم كيف بدين في الكلينيكال تيتشنج. شنو معنى كلمة هيستوري؟ يعني شنو هو الهيستوري تيكينج؟ اوكي، انتوا عارفين ان الميديسن لما تتعامل مع البيشنت، يعني تتعامل مع المريض، البيشنت هذا جاي باي كومبلين اللي هو الشيء اللي خلى البيشنت سيك ميديكال ادفايس او خلاه يجي للدكتور. الكومبلين هذا كل كومبلين عنده أسباب. ناخده إكزامبل، مثلا جاك بيشنت وقال لك أنا عندي chest pain، ألم في صدره. chest pain هذا أنت كدكتور الهدف متاعك إن أنت تبي توصل لديagnosis، يعني أنا نبي نشخص شنو السبب بتاع chest pain. التشخيص هذا بناء على شنو؟ بناء على حاجة مهمة جداً اللي هي معرفتي بشنو هن الأمراض اللي سببن في chest pain. مجموعة الأمراض اللي تسبب chest pain نحن نسموهم differential diagnosis. يعني chest pain ممكن يكون بسبب cardiac cause، يعني something in the heart. Like what? Like ischemic heart disease. يعني patient عنده angina، عنده myocardial infarction، هذين أسباب للchest pain. ممكن chest pain يكون بسبب pericarditis، inflammation in pericardium. ممكن يكون due to aortic dissection. okay، هذين cardiac cause. ممكن يكون non cardiac something else. Like what? Like esophagitis. Yeah, that's right. What else? Maybe the patient has pneumothorax. Okay, what else? Maybe because pulmonary embolism. Okay, what else? A lot of differential diagnosis. So, how I can know? كيف أنا نقدر نعرف chest pain هذا due to what from these differential diagnosis؟ معناها أنا لازم ناخد أو لازم نمشي في steps approach. هو عبارة عن approach. الابروش هذا يبدأ بأنك أنت تاخد good history. الهيستوري بروحها ممكن يعطيك hint للdiagnosis، أو في الأغلب حيحذف لك multiple differential diagnosis. يعني أنت في نهاية الهيستوري تيكينج حيجد عندك most likely، يعني the patient most likely is ischemic heart disease، the patient most likely is esophagitis، the patient most likely has respiratory problem. so انت مفروض لو انت تاخد هيستوري صح، مفروض ان قائمة differential diagnosis هذه تصغر وتطلع ب small differential diagnosis، ممكن يكون 1, 2, or 3. بس كيف توصل الابروش هذا؟ بداية good history. عندنا ستيبس ثانية باش نوصل للدياجنوسيس. بعد ما نحن ناخده في good history وناخده history من البيشنت، نديره في examination. This is the second step. Examination. Then after examination هنطلبه من البيشنت investigation. والinvestigation هذه ممكن تكون blood sample or imaging. According للinvestigation انا هنطلع بدياجنوسيس، وبعدين هنبدأ في the treatment of this disease. okay، so step الأولى history. به معناها أنا عشان ناخد history أول شيء أو step number one، نقوله نحن steps، أول حاجة لازم نعرف شنو هن الcomplaints اللي ممكن يجي بهن البيشنت. okay، الcomplaint هذا علامة على system اللي affected. كيف يعني؟ patient جايب chest pain، أول system حيخطر على بالي cardiac. okay، then respiratory.
patient جاي بابدومينال بين، حنفكر في جي اي تي، gastric cause، جي اي تي cause، then the others. patient جاي بlimb weakness، first thing نفكر في neurological disorder. patient for example جاي bleeding، نفكر في hematological disorder. so the complaint يعطيك السيستم اللي involved أو السيستم اللي affected. فمعناها أول خطوة لازم نعرف كل سيستم شنو هن الكومبلينز متاعتها وشنو الديفينيشن متاع الكومبلين. ستيب نمبر 2 اللي هي اني لازم نعرف كل كومبلين what are the differential diagnosis of each complaint. differential diagnosis معناها لازم أنا أكون oriented، كل كومبلين لازم تكتب في قائمة of differential diagnosis قاعدة في راسي اللي هي حنبدأ عليه ضوءها نسأل. اوكي ستيب نمبر 3 لازم يكون عندي فكره على الديزيزز. يعني نحن في الاكزامبل نتاعنا ما قلنا شسبين اسكيميك هارت، لازم يكون عندي معلومات على الاسكيميك هارت، لازم يكون نعرف البريكاردايتس، لازم يكون اورينتد بالاورتيك ديستكشن. وش اللي بنعرف فيها كل ديزيز؟ خليني اقول لكم حاجه، كل ديزيز لما جيت اقراه المكونات متاع الديزيز عبارة عن مجموعة نقاط. اوكي خلينا نكتبوها انا لوضع. كل ديزيز عبارة عن نمبر 1 في الديزيز هذا حاجة اسمها باثو فسيولوجي، يعني شنو هي الفسيولوجية الباثولوجية اللي ادت لحدوث المرض، شنو صاير بالضبط. اوكي يعني نحن عارفين ان قارين فسيولوجي وقارين باثولوجي، الباثولوجي هو عبارة عن abnormal physiology، فشن الابنورماليتي اللي صارت اللي أدت إلى حدوث المرض. هذه حاجة. حاجة ثانية الإبيديميولوجي. What's epidemiology؟ كل disease عنده risk factor وعنده population affected، يعني في أمراض نلقاهم في old age، أمراض نلقاهم في young age، في diseases more common in male، disease more common in female، في ديزيز عنده برسنتج معين في نسبة حدوثها، هذينا ابيديميولوجي. في ديزيز عندنا ريسك فاكتورز، اوكي في ديزيز عندنا اسباب، هذين لازم انا اكون عارفها. خطوة ثالثة في الديزيز اني انا اكون عارف الكلينيكال بيكتشر، هذه مهمة جدا. كلينيكال بيكتشر يعني شنو الصورة اللي يجي بها المرض، شنو الاعراض اللي يجي بها المرض، وشن العلامات اللي أنا حنشوفها في عملية الإكزامينيشن لما نجي نفحص، شن العلامات اللي حيبانن عليا يدلن على المرض هذا. فالكلينيكال بيكتشر هذه بالنسبة لي very important في الهيستوري. بعدين عندي الدياجنوسز، كيف نشخص الديزيز هذا، يعني شن هن الانفستيجيشن اللي حنطلبهن، شنو هن الإيميجينج اللي حنديرهن، لو في سبيشل بروسيجر ممكن يندارن اندوسكوبي انجيوغرافي، دينا كلهن باش نوصل للتشخيص. الخطوة الخامسة والأخيرة المانجمنت، هاو تو مانج، شنو خطوات المانجمنت يعني خطوات العلاج، كيف يبدأ خطوات العلاج. اوكي فهذينا مكونات الديزيز. اوكي هل أنا لازم نعرف كل الكلام هذا؟ بالنسبة لي كهيستوري اوكي يهمني حاجتين، يهمني نعرف الإبيديميولوجي هذه very important، ويهمني نعرف الكلينيكال بيكتشر. ليش الابيديميولوجي مهمة؟ لأن البيشنت اللي جايني بشست بين يفرق لو أنا نحكي مع بيشنت عمره above 60 وبيشنت عمره below 30 تفرق. يعني الام اي حتكون نسبة اني أنا نفكر فيها أو نسبة حدوثها في الشخص اليانج رير، نادرة جدا مقارنة بالشخص الأولد. بالعكس البريكارديتس كومون في اليانج، هنحكو عليها بعدين، كومون في اليانج بس في الأولد حيقديمة تفكيري في الإسكيميك هارت ديزيز، فهذه مهمة. الريسك فاكتور حتى هو مهم، يعني بيشنت أولد سموكر ديابيتك هايبرتنسف وجايب شست بين، الريسك هذين اللي حكيت عليهم السموكينج الهايبرتنشن الديابيتس الأولد إيج، هذينا ريسك فاكتور في أثيروسكليروسز، يعني هنبدأ نفكر في الأثيروسكليروسز وفي الإسكيميك هارت ديزيز أكثر من أذر دياجنوسز. فالإبيديميولوجي بتاع كل ديزيز مهم جدا.
الكلينيكال بيكتشر طبعا عشان نعرف السيمبتومز، يعني هو جايب chest pain، بهي الاسكيميك هارت ممكن فيها other symptom، خط chest pain ممكن فيها shortness of breath، يجيك البيشنت دهش، هذه حاجة. ممكن البيشنت يكون عنده palpitation، يحس بنبضات قلبة سريعة، هذه حاجة. فمعرفتي بالكلينيكال بيكتشر عشان نعرف what other question I should ask about to reach the diagnosis. فكل ديزيز من الديفرنشال دياجنوزز لازم على الاقل يجد عندك المعلومتين هذين تكون عندك في بالك. اوكي تمام، نرد لكلامنا. فالخطوه الثالثه اني انا اكون اورينتد بالديزيز، يعني لازم يكون عندي باك جراوند فور او اون ذا ديزيز اتسلف. اوكي تمام، فمعنى عرفت الخطوة الأولى الكومبلين، شنو هو الكومبلين اللي ممكن يجي به البيشنت، ولازم كل كومبلين نجد عندي الديفينيشن بتاع عشان تعريفه شنو هو، شنو الديفرنشال دياجنوزز اوف ايتش كومبلين، شنو الباك جراوند اوف ذا ديزيز اللي موجودات في الديفرنشال دياجنوزز. الخطوة الرابعة ان انا لازم يكون عندي السيستماتيك ستيبس، يعني يكون ماشي سيستماتيك ستيبس في الهيستوري، سيستماتيك steps in history taking، يعني الهيستوري مش حاجة عشوائية، لا هن خطوات ثابتة انا حنمشي بيهن بيش ناخد هيستوري من كل كومبلين. تمام، ان شاء الله تكون بداية هذه يعني توريكم شوية نحن كيف حنمشوا في الفيديوهات الجاية. تمام، في الفيديو الجاي حنحكي على الكومبلينز كلهن، شنو هن الكومبلين وشن الديفينيشن متاعهن وكيف يوصفهن ليا البيشنت. اوكي تلاقوا في الفيديو الجاي، مع السلامه.